وحول التحركات المصرية الأخيرة في ملف القضية الفلسطينية، أكد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة لأونلايف أن مصر بذلت جهودا مضنية في ملف المصالحة الفلسطينية، وكانت نتيجة هذه الجهود إعلان حركة حماس للخطوات الأخيرة تمهيدا لعودة الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة. ملف المصالحة احنا شايفين جهد كبير بذلته مصر، كان آخرها ما حدث مع حماس والوصول إلى فكرة أن عودة حكومة الوفاق مرة تانية، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا حسب المعلومات المتاحة، لأن هناك إقرار بالمصالحة من جانب الأطراف الفلسطينية المختلفة، وده كان جهد كبير جدا مصر بذلت فيه جهد كبير جدا جدا خلال الفترة الماضية، كان معظمه غير معلن حتى ظهر إلى العلن في الفترة الأخيرة وظهرت نتائجه.